السلام عليكم اخوان الاخوات، مرحبا بكم في هذا الفلوج جديد وفي نهار جديد وفي فيديو جديد. غنحاول ان شاء الله هذا الفيديو هذا غنخصصو فقط معلومات حول السفر لمدينه القاهره. غنحاول انني نعطيكم شي معلومات يعني خلال التجربه ديالي وخلال السفر ديالي انا للقاهره. نحاول نعطيكم شي نقاط خاصكم انك تركزوا عليها بزاف من خلال السفر ديالكم للقاهره، باش انكم كسياحه او اي شيء من غير ذلك، عمل ولا زياره لاحباب، البلاصه اللي غتمشي ليها، البلد اللي غتمشي ليه، الدوله اللي غتمشي ليها واللي قررتي انك تمشي ليها تزورها كسياحه ولا كاستقرار، المهم على حسب الرغبه ديالك. فمن احسن انك تشوف الطقس عندهم كي داير، يعني الطقس عندهم كي داير، يعني سهله تدخلها لجوجل طق طق طق، دير طابي سميتو البلاصه اللي غتمشي ليها والطقس ديالهم، كيعطيك الطقس ديالهم من تما لغدا لبعدو اليومين ثلاث ايام، كيعطيك الطقس ديالهم بالتفاصيل ودرجه الحراره يعني على طول النهار السوايع كل ساعه ودرجه الحراره ديالها. فالاحسن انني كنصحكم انكم البلاصه اللي غتمشيو ليها تشوفوا يعني التحقق من الطقس، يعني تشوفوا الطقس ديالو كي داير. البلاصه اللي غتمشيو ليها، المدينه اللي غتمشيو ليها، الدوله اللي غتمشيو ليها، غتشوفوا مثلا تطبيقات لي زابليكاسيون اللي غتحتاجو في ديك البلاد، مثلا على سبيل المثال تطبيقات ديال النقل من اوبر، من كريم، من مثلا هذيك البلاصه، هذيك المدينه اللي غتمشيو ليها ولا ديك الدوله مثلا عندها مترو، تشوفوا تقلبوا المواصلات ديالها شنو عندها في المواصلات، التطبيقات ديال المواصلات ديالها، الا عندها مترو غتانستالو مترو، عندكم اوبر كذلك كريم ومن غيرها من لي زابليكاسيون ديال 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 النقل ولا اي ابليكاسيون اللي تقدر انها تنفعك تما في ديك البلاصه اللي غادي ليها نتايا. علاش كنقول لكم مثلا هذا الشيء هذا انكم تانستالو في المغرب هنايا، هذا الشيء احسن حيت باش ما تلقاوش شي مشكل تما مع الانترنت ولا مع ما زاد بقا تقلبوا. فمن هنايا على اتساع ديال الخاطر تانستالو داك الشيء بشويه عليكم وتشوفوا لي زابليكاسيون اللي يقدر ينفعكم تما بزاف. رابع حاجه ديال السفر ديالكم هو من الاحسن يكون عندكم على الاقل، ما تنقولش على الاكثر، على الاقل يكون عندكم جوج ديال باور بانك، جوج ديال هذوك كي كيسميوهم مخزون ديال الطاقه ديال الهاتف، باور بانك عارفين، يعني باور بانك مهم بزاف انك تشارجيهم من هنايا في الديبار ديالك من المغرب ولا من اي بلاصه درتي من الديبار، فانك تشارجيهم مزيان لانهم غينفعوك، يعني ينفعوك في الطريق، يعني الطريق يقدر مثلا ديشارج عليك التليفون ولا شي حاجه باش ما توقعش شي مشكل ولا مثلا تكون منقطع على الاتصال. فبالاحسن انه يكون عندك باور بانك. وكذلك واحد النقطه مهمه هي عاوتاني، يعني الاتصال ديالكم بالبنك، البنك ديالكم اللي عندكم فيهم يعني الحساب ديالكم قبل السفر ديالكم، انكم توجهوا للبنك وتعلموه بلي انتم غتسافروا خارج المغرب، حيت بعض المرات خارج المغرب باش يقدروا اي اكتيفيو يعني الحساب ديالك خارج المغرب باش تقدر انك تشري اي حاجه باغ لا كارت، يعني دو فواياج لا كارت انترناسيونال تشري بها على برا. وضروري يكون عندك الرقم ديال الشخص اللي فتح لك الحساب في البنك، وكذلك الرقم ديال البنك بصفه عامه باش ما توقعش يعني مثلا السيد يكون طافي التليفون ديالو ولا شي حاجه تبقى محصور. يعني احسن يكون عندك الرقم بجوج بهم ديال البنك بصفه عامه، لاجونس اللي فتحتي فيها والشخص اللي فتح لك الحساب تما بجوج بهم، باش انك تحاول الا كان عندك شي مشكل في لاكارت انك تحاول تصل به باش يفك لك ديك المشكل. ونقطه اخرى عاوتاني كذلك، هادشي كامل النقط اللي قلت لكم كاملين في اطار يعني قبل الاستعداد ديالك غير السفر، يعني قبل السفر ديالك هادو النقط مهمين خاصك تبقى ديرو، خاصك تعتمد عليهم. الناس اللي ديجا كيسافروا راهم مولفين كيعرفوا شنو كاين، انا دابا حاليا للناس اللي مازال يعني غيسافروا، وكذلك حتى الناس اللي كيسافروا مثلا هاد النقط يكونوا ما عارفينهمش ولا شي حاجه بحال هكا. بالنسبه للاوراق ديالك اللي غتحتاجها، مثلا الباسبور ديالك، الباسبور ديالك دير ليه فوتوكوبي الواجهه الرئيسيه ديال الباسبور، في كاين التصويره ديالك والمعلومات ديالك، الواجهه الرئيسيه ديالك الباسبور غدير لها فوتوكوبي. الاحسن دير جوج فوتوكوبي ديك الواجهه وجوج فوتوكوبي البلاصه في كاين الفيزا، الفيزا ديال الدوله اللي غتمشي ليها، دير جوج ولا ما كانتش الدوله بلا فيزا فمحتاج يعني غير الواجهه ديال الباسبور ديالك، حيت غتنفعك في شي بلاصه متوقعه. حتى انا فعلت شحال من مره كنت كنديرها
كناخذ منها احتياط هذا الفوتوكوبي هذا كينفعني بزاف في شي بلاصه. فوتوكوبي لاسورانس ديالك ديال الفواياج وكذلك يعني ريزيرفاسيون ديال الطياره وسميتو ريزيرفاسيون ديال لوطيل ومهم جميع الوثائق اللي تحتاجها في ديك البلاصه اللي غادي ليها في الوجهه ديالك. فمن الاحسن انك دير عليهم كوبي اخر وتحتفظوا في واحد البلاصه بعيده على ديك اوريجينال. يعني اوريجينال خاصها واحد البلاصه فوقاش ما بغيت تحتاجها, والكوبي ديالو ديرلو في بلاصه بعيده. وفي الاخير يعني الواحد قبل ما يسافر انه يقاد المزيد ديالو, يقاد المسائل ديالو في الدار, كل حاجه يخلي الدار ديالو نقيه باش من يرجع يلقاها كذلك نقيه يكون مرتاح. فهادو هما التوصيات اللي كنعطيكم انا من هنايا, يعني توصيات متواضعه كنتمنى ان شاء الله يعني نساعدكم بها.